عباقرة المدارس الموسم السابع ومباراة قوية جدا في دور ال 32، والنتيجة السادات الثانوية بنات 40 الجهاد 30، وما حصلش عندنا أي تغييرات. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، المعرفة أربع أجزاء: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اثنين أسماء هشام وسهيلة عمر. سهيلة عمر وأسماء هشام، كنت هتضيعها على يارا 10 نقط مش هزار. ها ها، حصل خير. حصل خير فعلا. ازيك يا سهيلة؟ الحمد لله. جاهزة؟ ايدك على البازر. وسؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: على علم أي دولة من دول أمريكا الشمالية يوجد الصقر والثعبان؟ المكسيك. المكسيك. طب انت زعلان ليه طيب؟ مش عارف. ممكن المكسيك وتبقى مبسوطة. صح، نتفائل. إجابة إيه؟ مش عارف. أنا عارف. إجابة صحيحة. المكسيك هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أسماء. 50 السادات 30 جهاد. وسؤال في الرياضة، رياضة، والسؤال هو: كم دقيقة يبلغ زمن الشوط الواحد في كرة القدم الخماسية؟ كم دقيقة يبلغ زمن الشوط الواحد في كرة القدم الخماسية؟ 30. 30 دقيقة. إجابة خاطئة. محمد إياب، دوش على البازر. 15. 15، فأنت قسمتهم. محمد إياب صح؟ صح، أنا فكرت شوطين. إجابة خاطئة. إيه ده؟ الإجابة الصحيحة 20 دقيقة. دلوقتي السؤال الثالث في التكنولوجيا، زهراء وإبراهيم، إبراهيم وزهراء، تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هي جنسية نولان بوشنال مخترع لعبة الأتاري؟ ما هي جنسية نولان بوشنال مخترع لعبة الأتاري؟ ألماني. زهراء، إجابة خاطئة. ما هوش ألماني يا إبراهيم، جنسيته إيه؟ انجليزي. سوي. انتوا ما حضرتوش الاتاري طبعا صح؟ انتوا دخلتوا على البلاي ستيشن على طول. ابراهيم، اجابه خاطئه. جنسيته امريكي. تمام، اتفضلوا. السؤال الرابع، واحد لواحد، قدرات ذهنيه، يارا ومريم، مريم ويارا، قدرات ذهنيه. والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 14 في 2 زائد 14 في 3 على 6 يساوي كام؟ فات 10 ثواني. 15. مريم إجابتك 35. أول حاجة يا يارا، أنت ما ينفعش تجاوبي من غير ما تدوس على البازر. صح ولا غلط؟ ولعلمك لو هي كانت قالت 15 كنت هضطر أخد 15، بس هي قالت 35. 35 يا مريم، إجابة صحيحة. اتفضلي يا مريم. 35 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا مريم. 40 الجهاد بالسويس، 50 السادات بالمحلة. ودلوقتي عندنا أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية، وأول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هي أولى دول العالم استخداماً للعملة البلاستيكية؟ السؤال ده سألناه في الموسم الأول وبنسأله تاني، وهنقول لكم ليه. إبراهيم إجابتك الصين. الصين،
واضح ان انت ما شفتش الموسم الاول يا ابراهيم. لا ما شفتوش. ابراهيم اجابه خاطئه. سادات في اجابه. ياسمين خطفت البازر من اسماء. لا مين اتفقنا؟ اتفقتوا؟ طيب ياسمين اجابتك يابان. اليابان طبعا كوكب تاني فمشيتوا بالفكر. ياسمين اجابه ايه؟ اقول تاني. اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه استراليا. وبنساله تاني علشان مصر هتطبقه سنه 2020 كل العملات هتبقى بلاستيك. تمام. دلوقتي عندنا سؤال في الرياضه والسؤال هو غاده شعاع بطله رياضيه تحمل الميداليه الاولمبيه الذهبيه الوحيده لدوله سوريا حتى عام 2016 ففي اي رياضه؟ ميدالية غادة شعاع الذهبية الوحيدة لسوريا كانت في رياضة ايه؟ إبراهيم سباحة. إجابة خاطئة. أسماء رفع أثقال. رفع أثقال. شوفي زهراء زعلت وطالما زهراء مش موافقة أنا كمان مش موافق. أسماء إجابة خاطئة. زهراء كنت عايز تقول ايه؟ جودو. الإجابة الصحيحة ألعاب القوة ودي البطلة السورية وطبعا لازم نحيي شعب سوريا العظيم. السؤال الثالث في التكنولوجيا والسؤال هو الشعار في الصورة هو الأحد أشهر تطبيقات الموسيقى فما اسمه؟ اسمه بينتهي بكلمة ميوزك وحرف الجي واضح. محمد إيهاب إجابتك؟ جوجل ميوزك. جوجل ميوزك إجابة خاطئة. في إجابة؟ أسمين؟ ميوزك بلاي. بينتهي ده أنا قلت بينتهي بينتهي بكلمة ميوزك. بلاي ميوزك. بلاي ميوزك. بلاي ميوزك أو ميوزك بلاي الاثنين إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة جروف ميوزك. أنتوا شفتوا الشعار ده قبل كده؟ شفتوه قبل كده دلوقتي عرفتوا اسمه. تمام. آخر سؤال في الفقرة قدرات ذهنية والسؤال هو أوجد قيمة أكس في الصورة. أسماء إجابتك؟ 160. استعجلت يا أسماء. أسماء إجابة صحيحة. برافو يا أسماء 15 ثانية والسؤال ما كانش سهل. 160 فعلا هي الإجابة الصحيحة وأكيد انت عارفه اسماء اكيد المشاهدين اللي بيتفرجوا على التلفزيون دلوقتي بيحاولوا يشوفوا اسماء حسبتها ازاي في 15 ثانيه. برافو عليك اسماء. وبكده النتيجه 60 السادات الثانويه بنات 40 الجهاد. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع فقره الفنون والعباقره. وبكده طلاب مصر جمعوا 30 نقطة في فقرة المعرفة وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 200,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.